للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير مرحبا بك، مزيد من التفاصيل عن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم معك، تفضل. تحية لك خالد، دعني أبدأ بهذا النبأ العاجل الذي ورد قبل قليل عن قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات كثيفة وعنيفة في هذه اللحظات باتجاه المناطق الشرقية الشمالية لمحافظة رفح وكذلك المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة. هذه الغارات كان قد سبقها أيضا غارات استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، الأمر الذي أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، وصلوا إلى هذا المجمع مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. في المحافظة الوسطى أيضا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات باتجاه مخيم البريج، هذه الغارات استهدفت منازل للمواطنين في هذا المخيم، الأمر الذي أدى إلى تدمير المنزل المستهدف ودمار أيضا طال المنازل المجاورة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء طفل وفتاة وصلا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات عبارة عن أشلاء، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى ذات المستشفى وكذلك مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جراء هذه الغارات المتتالية. على صعيد القصف المدفعي الذي يترافق ويتزامن مع هذا القصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، تكثف المدفعية الإسرائيلية من قصفها إلى المناطق الشرقية الشمالية لمخيم البريج وكذلك الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى بشكل عام، منطقة جحر الديك والمغراقة ومن الغرب منطقة مدينة الزهراء وأبراج الأسرة، جميعها تتعرض إلى قصف إسرائيلي عنيف في هذه اللحظات من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نيران من الآليات الثقيلة ومن الدبابات التي تقوم بمهمة فصل شمال القطاع عن جنوبه باتجاه محور الشهداء في المنطقة الشمالية للمحافظة الوسطى. أيضا المنطقة الغربية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة تتعرض في هذه اللحظات إلى غارات متتالية من المروحيات الإسرائيلية وكذلك إطلاق نيران وقذائف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح. الحديث يدور عن وجود العديد من الشهداء من بينهم فلسطينيون قد استشهدوا قبل عدة أيام ولم تستطع الطواقم الإغاثية من الوصول إلى تلك المناطق وانتشالهم نظرا لكثافة النيران في المناطق الغربية والوسطى من مدينة رفح. هذا العدوان هو يتصاعد على قطاع غزة ونحن نعيش في اليوم الأول بعد 300 لهذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع. نعم بشير، طيب في وسط هذا التصعيد المتواصل الذي لم ينقطع على مدى هذه 300 يوم، ماذا أو يعني حدثنا عن الجانب الإنساني والإغاثي لديك، يعني هل المستشفيات لديك قادرة على استيعاب هذا الكم من الجرحى والشهداء الذين يصلون إليها تباعا؟ أنت في خان يونس وأعتقد أن وراءك مجمع ناصر الطبي، أليس كذلك؟ بالفعل هذا المجمع مجمع ناصر الطب هو يعمل بطاقة جزئية في مدينة خان يونس ويخدم المنطقة الجنوبية لقطاع غزة عموما من محافظة خان يونس ومحافظة رفح عقب خروج جميع المستشفيات في المناطق الجنوبية عن الخدمة نظرا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع. هذا المستشفى كان قد دمر بشكل واسع خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر بحق هذه المدينة لقرابة 4 أشهر، وما أن انسحب الاحتلال الإسرائيلي من منطقة مدينة خان يونس هذا المستشفى عاد للعمل ولكن بطاقة جزئية لعدة أسباب. أول هذه الأسباب هو عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة بشكل عام وعدم توافر الوقود كذلك لصالح هذه المستشفيات لتشغيل الطاقة الكهربائية التي تدعم أبنية هذا المستشفى، وبالتالي هو يعمل بشكل جزئي. اليوم إدارة هذا
المستشفى أعلنت بأن العمليات الجراحية هنا تجري بدون مواد مخدرة نظرا لعدم وجود هذه المواد، بالإضافة بأن زي المريول الرسمي الطبي الذي يستخدم لأطباء في غرف العناية المركزة في العمليات لا يتوافر في هذا المستشفى، وبالتالي اضطر الفلسطينيون والأطباء هنا في قطاع غزة بإجراء والدخول إلى هذه الغرف، غرف العمليات، دون إجراء التعقيم واتباع البروتوكولات الطبية اللازمة لدخول هذه الغرف، وبالتالي الأوضاع في هذا المستشفى سيئة للغاية، منهارة للغاية، المنظومة الصحية بشكل عام في قطاع غزة منهار للغاية بفعل هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع، ولا يستطيع تلبية احتياجات الفلسطينيين المرضى والذين ازدادت أعدادهم بالآلاف مقارنة بما قبل الحرب. نعم، شكرا لك بشير جبر من خان يونس، أشكرك على هذه التفاصيل.